عرض الدعوة على قبائل العرب. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة في قبائل العرب في موسم الحج. لعل قبيلة تؤمن به وتنصره. كان أبو لهب وأبو جهل قبحهم الله يتناوبان على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في قبائل العرب. اختلف موقف قبائل العرب تجاه دعوته صلى الله عليه وسلم. منهم من تبرأ منه ومنهم من طمع بالخلافة بعده ومنهم من سكت. بدء اسلام الانصار في العام الحادي عشر للبعثة في موسم الحج التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة نفر من الخزرج اراد الله بهم خيرا جلس اليهم صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى الاسلام امن هؤلاء النفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم اسعد بن زراره وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبه بن عامر وعقبه بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب رضي الله عنهم اجمعين رجع هؤلاء النفر الى المدينه وذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم الى الاسلام حتى فشا فيهم